أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور والأيام وكتب الصيام على عباده كما كتبه على الذين من قبلهم لعلهم يتقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فندعوك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتجاوز عن خطايانا. يا من لا يرد سائلا سأله ولا راجيا رجاه ولا طالبا طلبه، ادعوني أستجب لكم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من غفلاته ما كان منه في الزمان الأول. اللهم صل على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الإخوة الموحدون، أيها المؤمنون والمؤمنات، نحن على أبواب شهر عظيم، شهر كريم، شهر فضله الله سبحانه وتعالى عن سائر أيامه ولياليه، شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران ولا يفتح منها باب، ويقال لكل باغ للخير مقبل عليه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. هذه مدرسة سنوية نقبل عليها كل سنة
نتخفف فيها من أثقالنا ومن أحمالنا، نتخفف فيها من ذنوبنا ومعاصينا، نتخفف فيها من شدة ارتباطنا بالحياة الدنيا وزينتها ولهوها، لكي نكون أكثر ارتباطاً بالله تعالى، وأكثر تعلقاً بالآخرة، وأكثر طلباً للجنة، وأكثر بعداً عن النار. أيها الأحبة في الله، إنه لمن المؤسف حقاً أن كثيراً منا يدخل إلى هذه المدرسة، ويدخل عليه هذا الشهر، ويخرج منه دون أن يغير حالاً أو شيئاً من أحواله، بل ربما والعياذ بالله أن يخرج من رمضان وهو أكثر ذنوباً وأكثر معاصي وإغضاباً لله عز وجل. لذلك رأيت أن نقف اليوم عند سؤال يجب عليه أن نفتتح به شهرنا: لماذا نصوم؟ لماذا كتب الله سبحانه وتعالى علينا الصيام؟ ما هي المقاصد والحكم العظمى والعليا من أن نمتنع عن الشرب والأكل وسائر الشهوات من غروب الشمس من الفجر إلى غروب الشمس طيلة شهر واحد؟ تأملت حال الصيام هذه الشعيرة العظيمة، فوجدت أن الحكم والمقاصد منها كثيرة، ولكن يمكن أن نجملها في 10 حكم، 10 مقاصد عظمى قد شرع الصيام من أجلها. أما الأولى فهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فنحن نصوم أولاً وأخيراً لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وكذلك كل العبادات. أيها الأخوة الكرام، ما من أمر، ما من عبادة مهما كانت صغيرة وكبيرة، إذا سُئلت لماذا تفعل ذلك، فإن أول جواب أن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بها، لأن مقتضى العبودية أن تكون طائعاً لله في كل ما أمر به، وأن تكون منتهياً عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو شرع الله عز وجل، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. فاستجابتك لله سبحانه وتعالى هو مطلق، هو تحقيق مطلق العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الله في غنى عن عباداتنا كلها. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا ابن آدم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله في غنى عن العالمين مهما كانت عباداتهم، ولكن نحن في حاجة لله سبحانه وتعالى. لذلك كل ما أمرنا الله به إنما هو سائر في إطار الاختبار، وفي إطار الابتلاء، وفي إطار جلب المنفعة للناس أجمعين. فنحن نعبد الله رجاء رحمته وخوفا من عقابه، نحن نعبد الله حبا له سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فنحن نعبد الله ونصوم خوفا وطمعا ورحمة
أو طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي قريب من المحسنين. إذن هذا هو المقصد الأول. المقصد الثاني الذي واضح وظهر بشكل جلي في آية الصيام هو مقصد التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي من أعظم مقاصد الصيام كما ذكر الله عز وجل. ونحن لا نفقه ولا نفهم التقوى على أنها ركيعات، ولا نفهمها على أنها اجتناب للطعام والشراب فقط، ولكن نفهم التقوى على أنها منهج حياة. هكذا هي التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الرضاء بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. هي الجد والاجتهاد في أن تكون قريباً من الله، والجد والاجتهاد في أن تكون بعيداً عما نهى الله عنه عز وجل. هذه هي التقوى، لأنك قد تأتي الله سبحانه وتعالى بكثير من الصيام وكثير من السجود والقيام، ولكن تأتي ربك عز وجل وهو غاضب عليك والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى جعل أو جمع خصال العقائد وأركان المعاملات والأخلاق، ثم قال إن ذلك كله من خصال المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من هم هؤلاء يا رسول يا الله؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي التقوى. دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق شوك الأرض يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمقصد الثاني هو التقوى، وهو الذي وضحه الله سبحانه وتعالى في آية الصيام. المقصد الثالث هو الشكر. وما أدراك ما الشكر؟ وقد جعله الله سبحانه وتعالى في مقابل الكفر والعياذ بالله. فاشكروا لي ولا تكفرون، هكذا قال الله عز وجل. أتعلم ما الشكر؟ الشكر هو أن تعلن امتنانك لله سبحانه وتعالى بجوارحك، بلسانك، بيديك، بقلبك، برجليك. إن كل ذكر لله هو شكر، وكل عمل بيديك طاعة لله شكر، وكل سعي في خير في هذه الحياة الدنيا شكر. هذا هو الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ويبين أن الشكر عمل في مقابل الحمد الذي هو قول. الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون باللسان، الحمد لله رب العالمين، وأن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان. فكل سعيك في هذه الحياة الدنيا لإرضاء الله عز وجل هو شكر لك. فأنت عندما تصوم وتحس بفقد بعض الأشياء التي كنت متعودا عليها، ما كنت تحس بقيمتها؟ هل أنت إذا جلست وأكلت رغيفا أو شربت شربة ماء، هل تحس بقيمتها وأنها من نعم الله عليك؟ قليل منك من يستحضر ذلك. ولكن عندما تصوم عنها في رمضان، فإن كل لحظة تشتاق فيها إلى شربة ماء، وكل لحظة تشتاق فيها إلى لقمة، تستحضر فيها أن ذلك كان لك فيه أو من نعم الله عز وجل في يومك وليلك طيلة أيام السنة، ولكنك كنت من الغافلين. هذه الآفة التي حلت بالناس أجمعين، هذا الوباء، بيّن لنا أن هنالك شيئاً كان متاحاً جراتيس، مجاناً لكل الناس، مجان تجده في كل مكان، ليس بمحجوباً عن أحد أبداً، ولا يحس أحد بقيمته. عندما جاء هذا الوباء أصبح يشترى بالملايين، ومن عجز عن تحصيله
فهو مستعد على أن ينفق ما قدم وأخر من أجل أن يحصل عليه. هذا الهواء الذي نستنشقه، كلنا نستنشق الهواء وهو متاح للناس كلهم من غير أن ننفق مليما واحدا. هل نستحضر قيمة هذا الهواء الذي هو شرط لوجودنا واستمرار حياتنا؟ من منع عنه هذا الهواء في هذا الوباء كان يعرف في تلك اللحظات ما قيمة هذه النعم التي نرفل فيها صباح مساء ولكن لا نحس بها، وإذا أحسسنا بها فإننا لا نقدم شكرها. لذلك الصيام ورمضان يقيم فينا عبادة الشكر بكل مظاهرها ويذكرنا بها ويربيك عليها لتكون ملازما لها في سائر الأيام وليس في رمضان فقط. تحقيق العبودية، تحقيق التقوى، تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم إن هنالك مقصدا آخر وهو فتح باب التوبة للناس أجمعين. قد يضيق حال الناس ويتيهون في المعاصي والملذات، ولكن من وضع الله سبحانه وتعالى وقر في قلبه قليل من الإيمان فإن هذا الإيمان القليل سيعيده إلى الله عز وجل في هذه الفترات، في هذه النسمات، في هذه النفحات. ومن يذهب إلى بلاد الله التي تؤمن بالله يرى أن هذه المواسم هي محطات لكثرة العبادة ومحطات لقلة المعاصي والمنكرات والعياذ بالله. لذلك حث الله سبحانه وتعالى ونبيه على أن يستفيد الناس والمسلمون من هذه المحطة. وفي الأثر ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن تقرب فيه بفريضة فيما سواه، ومن تقرب إليه بفريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر يبارك في رزق المؤمن فيه. من فطر صائما كان ذلك له، كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجرهما شيئا. يعطي الله ذلك الأجر لمن فطر صائما على شق تمرة أو على مذقة لبن أو على شربة ماء، وأكثروا فيه من خصلتين أو أكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم عز وجل، وخصلتان لا غناء لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أيها الأحبة في الله، كانت المقاصد الستة الأولى ذات طابع فردي تتناسب أكثر ما تتناسب مع المسلم في حياته الشخصية، أما المقاصد الأربعة الأخرى فذات طابع جماعي، هي أكثر تعلقا بحال هذه الأمة وحال المسلمين مجتمعين في وحدتهم واتحادهم وجمعهم. أما المقصد السادس فهو الشعور بالحرمان الذي يعيش به كثير من الناس،
فإن كنت أيها الأخ الحبيب لا تستطيع أن تأكل أو تشرب وأنت موجود في هذا الشهر فقط، فإن غيرك من عباد الله لا يجد طعاماً ولا شراباً إلا ما كان يقيم به أودة، وربما لا يجد ذلك أصلاً. فإن هنالك من يموت من الجوع، وهنالك من يموت من العطش. هنا نستحضر نعمة الله علينا، ونستحضر أولئك المحرومين، أولئك المبتلين، وأن نعيش معاناتهم، وأن نحاول قدر الإمكان أن نسد من حاجاتهم. والمعاناة لها مظهران: أن لا يجد الإنسان ما يأكل أو يشرب، أو أن يجد الإنسان ما يأكل أو يشرب ولكنه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب. فليس فقط الغني أو الفقير هو المحروم، فكم من الأغنياء الذين يملكون ثروات طائلة ولكنهم لا يستطيع أن يطعموا ولا يستطيع أن يشربوا. لذلك عندما سأل أمير وملك طاغية أحد الحكماء، قال له: انصحني. فقال له: أرأيت إن منع عنك الطعام فلا تستطيع أن تبلع لقمة، فماذا تفعل؟ قال: أشتري أو شربة ماء، ماذا تفعل؟ قال: أشتريه بنصف ملكي. قال: فإن لم تستطع أن تصرف ذلك الماء؟ قال: أشتري ذلك بنصف ملكي. فقال: لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة، لا خير في ملك يساوي شربة ولا بولة. فالصيام يجعلنا نستحضر هذه النعمة كما قلنا في الخطبة الأولى، ونتعايش مع بلاء أولئك الممنوعين، أولئك المحرومين، وأن نكون لهم سنداً وعوناً فيما هو بين أيدينا من المساعدة. المقصد السابع وهو مهم هو تحقيق فرادة وهوية وامتياز هذه الأمة. حقيقة أمة الإسلام أمة فضلها الله على العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والقرآن والإسلام حريص جدا على أن يشعر المسلمين بهذا التميز، بهذا التمايز. وأنتم تعلمون اليوم أنه ليس هنالك من أحد على وجه هذه الأرض يعبد الله كما يجب أن يعبد مثل المسلمين، وليس هنالك أمة تقدس دينها مثل هذه الأمة، أمة المسلمين. فالحمد لله أن جعلنا منها وأن هدانا للإيمان والإسلام. ولذلك كان تشريع الصيام في السنة الثانية للهجرة، وقد ترافق تشريع الصيام مع تشريع أشياء أخرى اجتمعت على أن تعطي رسالة للمسلمين على أنكم متميزون، على أنكم متفردون، على أنكم بقية الخير لهذه الإنسانية، ما كنتم بشرعكم ودينكم مستمسكين. ففي السنة الثانية شرع الصيام، وفي السنة الثانية شرعت الزكاة، وفي السنة الثانية شرع الجهاد، وفي السنة الثانية تم تبديل القبلة من بيت المقدس إلى مكة حتى تكتمل عناصر التميز والفرادة بالنسبة لهذه الأمة. لذلك أولئك الذين يعيشون نقصاً في شخصيتهم، ويعيشون نقصاً في تفكيرهم، أولئك الذين يستشعرون النقص في مقابلة الآخرين، نقول لهم: إنكم لا تعرفون ولا تعلمون طبيعة هذا الدين الذي تنتمون إليه، وإن الإسلام يحتاج الذين يحملونه ولا يحتاج الذين يحملهم فيكونوا عالة عليه، كلا عليه. إذن الفرادة والتميز هو من مقاصد هذا الدين. التاسعة هو أن يستشعر المسلمون الوحدة. وما أدراك ما الوحدة؟ هذه الأمة رغم أنها مفككة الأوصال على مستوى الواقع وللأسف الشديد، ولكن كل شرائعها تشير إلى أنها وحدة، إلى أنها أمة واحدة في إيمانها بربها والاقتداء برسولها والرجوع إلى كتاب ربها عز وجل. يستشعرون الوحدة يومياً
في أنهم يصلون نفس الصلاة، نفس الحركات، في نفس الأوقات ونفس الأعداد. يستشعرون هذه الوحدة في كل أسبوع عندما يجتمعون يوم الجمعة في ذلك المؤتمر الديني الاجتماعي السياسي الأسبوعي. يستشعرون الوحدة في كل سنة شهراً وكاملاً عندما يصومون من فجر إلى غروب الشمس بطقوس واحدة وعادات واحدة وأحكام تفصيلية واحدة تضبط صومهم وتضبط طريقة توجههم إلى الله عز وجل. هذا الذي يذكرنا به الصوم، أننا أمة واحدة. مثلنا في توادنا وتراحمنا وتعاطفنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين مظاهر الوحدة في مشاعرنا، في شعائرنا، في شريعتنا، في حياتنا اليوم؟ لذلك كل مسلم عندما يصوم وعندما يقوم وعندما يفطر يجب أن يتذكر دائما هذه الأمة الممتدة شرقا وغربا وما تعانيه وما يجب أو ما يمكن له أن يقدمه لدينه وما يمكن له أن يقدمه لأمته. المقصد الأخير أيها الأحبة هو أن الله سبحانه وتعالى جعل رمضان محطة لمواساة عباد الله أجمعين ولسد حاجة المحتاج. وأنتم تعلمون أن الشريعة قد فتحت باب العطاء وباب الصدقات على وجه الاختيار وفتفته على وجه الاضطرار بالزكاة. وفي رمضان بالذات فتحت أبواب العطاء والصدقات على وجه الاختيار بأن رفع الله سبحانه وتعالى من مقامها وأعلى من درجاتها، وعلى وجه كذلك الوجوب والفريضة عندما فرض زكاة الفطر على كل مسلم من غير قيد صغير أو كبير، من الرضيع إلى الشيخ، كل مسلم يتنفس يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر. تصوروا 1,500,000,000 مسلم، لو كل واحد منهم أدى 10 دولارات، 15 مليار دولار على ما أظن إذا حسبت جيدا. هذا مبلغ عظيم، هذا ميزانية دول كبرى، 15 مليار في يوم واحد تخرج لتغطية حاجات المسلمين. تصوروا لو أنه تم التصرف في هذه الزكوات بشكل جيد وأن المسلمين التزموا إنفاقا وتنظيما وترتيبا، هل يبقى لمسلم حاجة على وجه هذه الأرض؟ فقط زكاة الفطر. وما بالك بالصدقات التي يتبرع بها المسلمون أو بالزكوات الكبيرة التي فرضت على من كان له زاد من المال فاق النصاب. هذه هي المقاصد أيها الأحبة في صيام رمضان، وهي أكثر من ذلك. فقفوا عند حدود ربكم وتعلموا دينكم وتواصوا بالحق واصبروا عليه، فإنكم والله على الحق إلى أن تلقوا ربكم عز وجل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن المرضى والمكروبين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جريحا إلا داويته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا شهيدا في سبيلك إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها فلاح ونجاح إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا وثبت أقدامنا واشرح قلوبنا ويسر لنا أمرنا. يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب ثبت قلوبنا على دينك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. استوى استقيم ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله.